عليكم أخواتي وأهلا ومرحبا بكم مجددا في قناتكم عالم سهام. سعدت بلقائكم وأتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم عزيزاتي سأشارك معكم وصفات ممتازة لفرد الشعر لترطيبه وتنعيمه لإصلاح الشعر التالف سواء كان مصبوغ أو طبيعي. هي صالحة لشعر الأطفال كذلك إذا كان خشن ومجعد. هذه الخلطة تعطيك لمعان بريق تصلح هيشان الشعر التجعد. هي وصفات مجربة تقوي الشعر أخواتي، تكثف الشعر، تطوله، تعالج تكسره وتقصفه، وتعالج الضرر الناتج عن السشوار أو أدوات ترطيب الشعر سواء كانت حرارية أو كيماوية، تعالج كذلك التقصف الناتج عن الإهمال. فتابعوني أخواتي لآخر الفيديو لنتعرف على كل خلطة على حدة. أول وصفة تتكون من الزبدة، يستخدم زبدة الطبخ أخواتي، المارغرين، الزبدة النباتية. هي تعالج جفاف الشعر، تصلح الشعر التالف، تعيد بناء الشعر المتضررة والمتكسرة، تغذيها جيدا وتعطيك حيوية ولمعان بشعرك. الزبدة مناعم طبيعي للشعر، تجعله انسيابي وحريري، وهي مناسبة للشعر المصبوغ والغير مصبوغ. ضعي منها ملعقتين كبيرتين. أضيفي إليها نفس المقدار من الحليب العادي الذي نشرب دائما. فالحليب أخواتي يقوي الشعر، هو غني بالبروتين، يطول الشعر، يعالج التساقط، الهيشان، والشعر الخشن والمتقصف. ضعي ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وإذا كان شعرك مصبوغ فاستخدمي زيت الجوجوبا لتعويضه، أو زيت إكليل الجبل أو اليزير. ونضيف ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر إذا تواجد لديك، أو زيت الزيتون العادي. اخلطي هذه المكونات جيدا إلى أن تحصلي على خلطة كريمية. ضعيها على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ركزي على منطقة الضرر والتقصف. هي خلطة ممتازة أخواتي، يمكن استخدامها للأطفال كذلك، تعطي نتيجة أسرع في شعر الصغار، تجعله انسيابي وحريري. أنا أستخدم هذه الوصفة لابنتي منذ سنة تقريبا وهي آمنة. ضعيها لمدة ساعتين بشعرك وغطيه ببلاستيك غذائي، نايلون أو قبعة حمام بلاستيكية. بالنسبة للأطفال فيغطى الشعر فقط بفوطة الرأس، لا تستخدموا البلاستيك، تكرر مرة واحدة في الأسبوع. لننتقل الآن للماسك الموالي. سنحتاج لملعقتين كبيرتين من المايونيز، هو ممتاز للشعر أخواتي، يحتوي على البيض، الزيت والخل، وكلها مكونات تعالج تقصف الشعر، تعالج التجعد، الهيشان. والاستخدام المتكرر للمايونيز على الشعر يجعله منسدل وحريري، وصالح كذلك للشعر المصبوغ، يحميه من التلف، يغذي الفروة، يطول شعرك بشكل صحي، ويعالج الضرر الذي ينتج عن استخدام أدوات أو منتجات تصفيف الشعر، التقصف، التكسر، الهيشان، كله فوائد لشعرك. يمكنك استخدام المايونيز المنزلي كذلك، يكون أفضل. أضيفي إليها 3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت الكوكو، هو من أقوى الزيوت المعالجة للشعر الجاف والتالف، يوقف تساقط الشعر، يصلح الشعر المتضرر جدا، هو غني ببروتينات تخترق الشعرة وتصلحها. يقضي زيت جوز الهند كذلك على القشرة، يقوي الشعر، يحسن الدورة الدموية،
وبهذا يطول شعرك وينمو بسرعة. أضيفي ملعقتين كبيرتين من العسل. إذا لم يتواجد لديك استغني عنه واكتفي بباقي المكونات. وسنضيف بعض قطرات الليمون أو الحمض، تقريبا ملعقة صغيرة فقط، لا تبالغوا به. سنستخدمه ليعطينا اللمعان والبريق بالشعر، ليعطيه حيوية وصحة. هو مكون يساعد كذلك على امتصاص الشعر لباقي العناصر. خلطي الكل جيدا. إذا كان شعرك طويل يمكنك مضاعفة هذه المقادير للحصول على كمية أكبر، أو إذا أردت استخدام الخلطة لك ولفرد آخر من عائلتك. طبقي هذا الخليط على شعرك من جذوره إلى أطرافه. غطيه ببلاستيك غذائي أو نايلون أو قبعة الحمام البلاستيكية. اتركي الخلطة على شعرك لمدة ساعتين، ثم اغسلي بالشامبو الاعتيادي والبلسم. ولقد سبق وشاركت معكم أخواتي نوعين من البلسم الطبيعي الذي ينعم الشعر كذلك ويصلحه. سأترك لكم الرابط هنا أعلى على الشاشة، اضغطوا عليه وسيحولكم للفيديو مباشرة. كرروا هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوع، هي تصلح جميع أضرار الشعر، تصلح التكسر التقصف، تطول الشعر بسرعة وتجعله انسيابي ورق. هي صالحة أيضا للشعر المصبوغ والمتضرر كثيرا من السشوار ومواد فرد الشعر الكيماوية. لننتقل أخواتي للخلطة الموالية، وهي خلطة زيوت ساخنة. سنطبق بها حمام زيوت للشعر ليصبح حريري ومنسدل وكثيف. سنحتاج لملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، اختاروه أصلي أخواتي، اشتروه من عند محلات بيع المواد الطبيعية أو العطارين الموثوقين. هو معروف برائحة قوية جدا وزكية. أضيفي 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. إذا كان لديك البيكر أي من العصرة الأولى فهو أفضل بكثير، إذا لم يتواجد لديك فاستخدمي زيت الزيتون العادي. ضعي ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت الكوكو. ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع. إذا لم يتواجد لديك عوضيه بزيت السمسم أو زيت الحبة السوداء أو حبة البركة، فهي جد مفيدة لإصلاح الشعر التالف. كلها زيوت مغذية ومكثفة للشعر. ليس من الضروري أخواتي استخدام كل هذه الزيوت التي ذكرت، يمكنكم الاكتفاء بالمتواجد وحسب إمكانياتكم. نخلط هذه الزيوت مع بعضها البعض إلى أن تندمج هكذا. وضعيها على نار هادئة لتسخن فقط، لا تتركها إلى أن تغلي، لتدفأ قليلا فقط ثم نزيلها. قوموا بتدليك فروة الرأس بهذه الزيوت بلطف وعلى وضع يد الركوع لتنشيط الدورة الدموية وجريان الدم في الفروة. دلكي بها لمدة 2 إلى 3 دقائق بلطف دائما لكي لا نقتلع الشعيرات. واتركي خلطة الزيوت هذه على شعرك لساعة كاملة على الأقل ول3 ساعات بالأكثر. غطيه ببلاستيك غذائي. بعدها اغسلي واشطفي شعرك بالشامبو. هذه الخلطة أخواتي صالحة للأطفال كذلك، لكن كما قلت لا تغطوا شعر الأطفال بالبلاستيك،
بل فقط بفوطة، وتستخدم مرة واحدة بالأسبوع. للحصول على نتيجة أفضل بهذه الخلطات أخواتي، قوموا بقص أطراف شعركم من حين لآخر لكي يطول وتزول الأجزاء الميتة من الشعر والتي تعيق إصلاحه. لا تشدي شعرك بالليل وبالنهار، اتركيه حر بالأخص أثناء النوم ليرتاح وتعطيه فرصة للتنفس. واتركي جميع أدوات تصفيف الشعر، المجففات، السشوار، فهي تضعف الشعرة وتجعلها متقصفة ومتكسرة. فداوموا على هذه النصائح أخواتي، سيصبح شعركم كخيوط الحرير، قوي، لامع وكثيف وطويل أيضا. لن تعاني من أي مشكلة به بعد اليوم. وصلنا لنهاية فيديو اليوم. لا تنسوا أخواتي أن تدعموني بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو، وشاركوه مع أصدقائكم ومعارفكم لتعم الفائدة. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في خلطة قادمة إن شاء الله.